Let me assure you one thing, that the best soldier and officer on this region ever you will find is the Qatari soldier. And I am, you know, I am sure of what I am saying. ازاي هو خير اجناد الارض وانت عندك او بيتم حمايه الدوله عندك او حمايه الجزيره عندك جزيره قطر يعني بجيشين، جيش التركي وعندك دلوقتي اكبر قاعده عسكريه امريكيه. الراجل مش عارف انه ما ينفعش يقف في مرمى النيران بتاع الرائد، ما هو مش عسكري. العسكري واقف تحت والتلاتة فيهم اتنين ماسكين بندقية غلط وهو واقف قدام بندقية العسكري، هو مش فاهم أقل الأصول بتاعت إن هو إزاي يتفخر قوات.